ستارت اي 0.1 يشغل كيو 0.1 بعد زمن يشغل كيو 0.2 مع كافي في الاخر ستوب اي 0.0 مثلا. اي 0.1 نورمالي اوبن بره هاخده زي ما هو نورمالي اوبن جوه. لما ادوس عليه شغل كيو 0.1. بما اني مش هفضل داس على طول فهحط ايه؟ نقطه تعويض كيو 0.1. ما دام في لاتش لازم يكون في ستوب اي 0.0. دوست اشتغل كيو 0.1. لما كيو 0.1 يشتغل يعمل ايه؟ شغل. طيب انا مش هدوس الشغل الاولاني بعد زمن من تشغيل الاولاني شغل الثاني. فاكر لما قلت لك ان دايما التايمر في البي ال سي مش شغاله بايديا؟ في ناس عملت التمرين شغلوه بايديها اشتغل صح، بس ممكن يشتغل غلط، ممكن نبوظه بسهوله، وهقول لك ازاي. كي 0.1 ما دام يشتغل هيفضل كده كده معوض على نفسه، هيفضل شغال. فافضل حاجه تشغل التايمر حاجه مستمره في شغلها، لان التايمر مش هيدي شغل غير لما يفضل يعني ما يفضل شغال لزمن معين. فلو عملته بايديا مع ان لو هيدي اشاره بعد ربع ساعه لازم افضل دايس ربع ساعه. كيو 0.1 هو اللي شغل التايمر. تايمر نوعه ايه مثلا؟ في الطبيعي انه يكون نوعه ايه؟ تون اون ديلي مثلا تي 32 مثلا. اتفقنا ان التايمر 32 بيعد بالواحد ملي سكند. يعني لو عايز اقول له 3 ثواني بقول له قد ايه؟ 3000 بالظبط. 3000 دوست اشتغل كيو 0.1 الموتور الاولاني، التايمر ابتدى يشتغل بعد 3000 ملي سكند اللي هي بعد 3 ثواني. نعمل ايه؟ كيو تي 32 الاوبن هيبقى كلوز وكلوز هيبقى اوبن. احنا عايزين نشغل فهناخد الاوبن. هنشوف بقى نتناقش في اون ديلي اوف ديلي كيو 0.2 تمام. يبقى دوست شغل كيو 0.1 بعد زمن شغل كيو 0.2 تمام. في مشكله في الكلام دوت؟ اوكي. انا هقول لك تمرين دلوقتي لازم كله يعمله غلط عشان الحاجه احنا ما شرحناهاش، بس انا مصمم ان انت تفكر فيها 5 دقائق عشان ما تنساهاش تاني ابدا. فاكر لما قلت لك ان التايمر فيه عقده هي يعني هي غصب عنه لازم يشتغل بالطريقه دي؟ التايمر مرتبط بزمن. يعني مفيش حاجه اسمها البي ال سي يقرب الترتيب فيغير تي 32 اللي فوق وبعد كده اللي تحتيها وبعد كده اللي تحتيها. ما ينفعش. لا، هو من حقه يغير اي واحده. هو مرتبط بخمس ثواني مثلا. هو عمال يجري في البرنامج والتايمر عمال يعد. وهو هنا كان الخمس ثواني اتحققوا، يبقى كل اللي جايين هيغير لهم ايه؟ طب اللي فوق هيغيرهم امتى؟ لما يلف ويرجع تاني. يعني مش دايما بيبدا باللي فوق، ممكن بالصدفه يبدا باللي فوق. لو الزمن اتحقق وهو فوق يبقى خلاص اول واحد هيغيره وبعد كده اللي بعديه وبعد كده اللي بعديه. لو هو بالصدفه الزمن اتحقق وهو عند اخر واحد يبقى هيبدا باخر واحد وبعد كده باللي فوقيه. تمام؟ هقول لك تمرين وهتحصل في حاجه غريبه جدا، كله هيعمله بس هتلاقيه بحالات بيشتغل صح او بيشتغل غلط، هنشوف ازاي. انا عايز اعمل التمرين ادوس يشتغل الموتور الاولاني مثلا. تمام؟ بعد زمن يشتغل الموتور الثاني ويفصل الاولاني. ثاني ادوس يشتغل الموتور الاولاني. بعد زمن يشتغل الموتور الثاني ويفصل الاولاني، او يفصل الاولاني ويشتغل الثاني، مش فارقه. اعتبرهم لمبتين يعني، فمش مش موتور اتجاهين فانا خايف يعمل قفله وعايز يفصل الاول، لا. اعتبرهم حتى لمبتين. يا اما تشغل وبعد كده تفصل، يا اما تفصل وبعد كده تشغل. بعد زمن، تمام؟ البرنامج الثاني كان بيقول ايه؟ ادوس على الاي 0.1 اللي هو نورمالي اوبن ستارت يشغل كيو 0.1 صح؟ بعد زمن كيو 0.1 تفصل وكيو 0.2 اشتغل. انا هنا بدوس يشغل كيو 0.1 بعد زمن كيو 0.2 يجرى لها ايه؟ اشتغل. فاضل بس ان انا اقول لكيو 0.1 تعمل ايه؟ تفصل. هعملها حتى بلون مختلف يعني. التايمر اللي بيشغل هنا يفصل هنا تي 32. انا خايف من حاجه، ده لما يعد زمن ويفصل هنا هيفصل ده صح؟ فده لما يفصل ده هيجرى له ايه؟ هيفتح. فده لما يفتح ده هيجرى له ايه؟ هيفصل. فده يعمل ايه؟ يفتح. يبقى لازم اعمل ايه؟ حد مش مقتنع بنقطة التعويض دي؟ تاني، لما دوت يفتح هنا ده هيفصل. فلما ده يفصل ده هيفتح. ده لما يفتح هنا ده هيفصل. ده لما يفصل ده هيفتح. فده يروح عامل ايه؟ يفصل. فهحط لاتش، وما دام حطينا لاتش لازم نحط ستوب. البرنامج ده ليه اشتغل عند ناس صح واشتغل عند ناس غلط؟
انا اللي عمله غلط قلت له الذنب مش ذنبك، الغلط المشكله عندنا عشان ما قلتش ليه هيعمل كده. بس انا عايز اقنعك بحاجه من قبل ما نجرب كده. على السي بي يو دي مين اللي كان قاعد عليها؟ جربنا مره وهو واقف يشتغل صح؟ دلوقتي مش عايز يشتغل تاني. احنا هناك على السي بي يو شغال، جربناه كذا مره طلع شغال. اوكي؟ عايزين نتناقش ليه بقى؟ التايمر كتايمر هو مطالب ان البي ال سيزم يغير الترتيب صح؟ وفعلا لما يجي يغير نقطه يغير الترتيب. بس احنا كنا متفقين دايما ان اي ترتيب بيبدا منين؟ من فوق صح؟ تمام. هفكرك تاني كده، لو الاي 0.0 موجود مرتين هنا اهو ودوست على الاي 0.0 بره، ده اللي هيتغير الاول وبعد كده يتغير ده صح؟ ما فيهاش اعتراض. طب كي 0.1 نقطه كي 0.1 بيبدا يغير فيها من فوق لتحت ولا لما هي تشتغل يبدا يغير في اللي تحتيها؟ كي 0.1 لما تشتغل يغير في اللي تحتيها صح؟ كده الانبوتس حاجه والكونتاكتس حاجه. التايمر بالذات مع ان التايمر ده ليه كونتاكت عادي خالص. الكاونتر حاجه والكي 0.1 نفس الحاجه اي كونتاكت جوه البي ال سي عامل نفس المعامله ما عدا التايمر. التايمر مش مرتبط بترتيب قد ما هو مرتبط بزمن. مش مرتبط بترتيب قد ما هو مرتبط بزمن. يعني ايه؟ صحيح لو في هنا تي 32 32 32 هيغيرهم بترتيب، بس يبدا بمين؟ دي اللي انا ما اعرفهاش. يبدا بمين بقى؟ لو الزمن اتحقق وهو هنا يبقى يبدا بده وبعد كده ده وبعد كده ده. لو الزمن اتحقق وهو هنا يبقى يبدا بده وبعد كده ده وبعد كده يرجع يعمل ده. لو الزمن يعني وصلنا له وهو هنا هيبدا بده وبعد كده يبدا باللي فوق وبعد كده اللي في النص. يعني البرنامج دوت ممكن البي ال سي يشوف دي الاول فيفتحها او يشوف دي الاول فيفتحها. مش فكره يشوف بس، هو يشوف ويكون الزمن جرى له ايه؟ اتحقق. يعني ايه؟ البي ال سي شغل الكي 0.1 فالتايمر بدا يعد. مش شرط ان احنا نكون شغالنا في نفس الوقت، ما يمكن التايمر بدا يعد عندك على السي بي يو دي والبوينتر كان هنا. عند واحد تاني التايمر بدا يعد والبوينتر كان هنا، فمش شرط كلنا هنوصل للثلاث ثواني والبي ال سي في نفس الحته. صح؟ عشان دي يعني ده مش عيب سي بي يو خالص، ده حاجه لوجيك منطقيه جدا. انا امتى اقول البي ال سي بيخرف؟ لو بدانا نعد مع بعض في نفس الثانيه في نفس بلاش ثانيه في نفس اللحظه وما اشتغلوش زي بعض. بس هي الفكره كلها انا ما اعرفش البوينتر موجود في انهي حته. تمام؟ فانا دوست على الاي 0.1 شغل كي 0.1، كي 0.1 راح شغال التايمر. التايمر لما اشتغل يا اما فتح هنا الاول يا اما قفل هنا الاول، على اساس ايه؟ وهو بيتحرك كان هنا والزمن اتحقق يبقى ده سعيد الحظ الاولاني، يبقى هيغير ده وبعد كده ينزل يغير ده. لو هو كان هنا والزمن اتحقق مفيش حاجه هنا اسمها كونتاكت فهينزل يمين لتحتيه فيغير ده وبعد كده يغير ده. يبقى لو الزمن اتحقق وهو هنا يبدا بمين؟ بدي وبعد كده دي. لو الزمن اتحقق وهو هنا يبقى هيبدا بدي وبعد كده يطلع يعمل دي. لو الزمن اتحقق وهو هنا يبدا بمين؟ من تحت مفيش غيرها صح؟ وبعد كده يطلع للي فوق. نخلي كلوز يعني؟ مش فاهم حاجه يعني حطها دي في الاول قصدك؟ لا ما تفرقش في اي حاجه ده توالي. اوكي تفرق بس مع البوزيتيف والنيجاتيف ونتناقش فيها. البرنامج ليه ممكن يطلع غلط؟ تعال نقراها، اي برنامج فيه تايمر انا هقراه كده، لو فتح ده الاول وبعد كده قفل ده، صح ولا غلط؟ طب لو قفل دوت وبعد كده فتح ده، صح ولا غلط؟ تعال نقراها. دوست على كي 0.1 التايمر بدا يعد. لو اول حاجه عملها انه قفل دي، كي 0.2 جرى لها ايه؟ وبعد كده طلع فوق عمل ايه؟ بالكتير قوي ده فصل، يعني ده فتح، يعني ده فصل، يعني ده فتح، كده كده في ايه؟ فالبرنامج مش غلط، يعني مليون المية ان البرنامج اشتغل معاهم مش شغال معاهم بالطريقة دي. اللي هي السي بي اللي هناك مثلا. تمام؟ وخد بالك بعد شوية روح جرب ممكن يطلع غلط، يعني مش شرط عشان يشتغل مرة صح يبقى على طول صح. ها. اللي فتح عندهم دي الأول. لما كي 0.1 اشتغل والتايمر حقق الزمن بتاعه، أول حاجة عملها إيه؟ فتح. فعمل إيه في الأوتبوت؟ فصلوا، يعني التايمر نفسه جرى له ايه؟ يبقى هيعرف يشغل دوت عشان كده دي ما كانتش بتشتغل. وعايز اقول لكم معلومه، في مصانع تبقى شغاله وبعد فتره بتظهر مشكله. عادي طبيعي ان يكون في مشكله في البرمجه. اما انت ليه بتدي له، انت بتيجي تعمل برنامج وتقول له انا هضمنه لك لمده مثلا خمس ست اشهر ضد عيوب البرمجه، لان هتظهر عيوب برمجه. مين اللي قال ان هو هيطلع كله صح اول مره؟ الا لو كنت بقى بتعمله موتور التجاعين ولا حاجه، دي حاجه ثانيه. طيب برنامج زي كده انا عايز اضمن. في ناس عملت حلول سهلة جدا وانا عارف، بس انا عايز الحل الصعب عشان نتناقش فيه. الحل السهل ايه هو؟ اخلي الكي 0.2 لما يشتغل يعمل ايه هنا؟ ده لا يمكن يفصل غير لما يكون جرى له ايه؟ اشتغل، يبقى الحمد لله اللي احنا عايزينه خلص خلاص تم. تاني في ناس عملت ايه؟ قالت له دوس شغل كي 0.1، بعد زمن شغل كي 0.2،
وما تفصلش كيزيرو بوينت واحد غير لما يكون كيزيرو بوينت اتنين هي اللي اشتغلت. يعني كيزيرو بوينت اتنين اشتغلت تروح تعمل ايه هنا؟ تفصله. عمل الحل كده يعني، بدل دي بقى كيزيرو بوينت اتنين. صح فاهم؟ بس عايزين نتناقش في التايمر اكتر، مش عايز حلول ليها علاقه بالاوتبوت، عايزها ليها علاقه بالتايمر. لو عايز احل المشكله بالتايمر بنفس الشكل ده كده، مش انا لو خليته يفصل وبعد كده يشغل، او يشغل وبعد كده يفصل. هو المشكله اللي حصلت هنا ايه هي؟ ان اول في الحاله الوحشه اللي هو بوظ البرنامج، اول ما فصل كي 0.1 نزل شاف مين؟ شاف نفسه. راح عمل ايه في نفسه؟ انا ممكن اخليه ما يشوفش نفسه تاني. انا مش عايز اقول لكم الحل، عايز اقول لكم المشكله وانتوا تقولوا الحل. الغلطه اللي حصلت يعني كل ان ده يشتغل الحمد لله، دي حاجه سهله. عايزين نشوف المشكله. المشكله ان هو الاول يفصل هنا اللي هي تي 32، دي المشكله. فاول حاجه بيعملها لما يفصل هنا، يعني لما يفصل كي 0.1، اول ما بيقول يا هادي بيكون عامل ايه في نفسه اساسا؟ شاف نفسه وفصل نفسه خلاص. فده لو فصل يبقى ده مش هيشتغل. ها صح، فوق صح. اهم حاجه ان هو يعمل ايه، سواء حطيت ده فوق او حطيته تحت، في الحالتين صح. عارف ليه؟ هقول لك ليه. تعالى نرسمها ونتناقش فيها، هنشوف نتناقش. يمكن انا غلطان سن تي 32 اي 0.1 كيو 0.1 اي 0.0 تي 32 يشغل كيو 0.1، ولما التايمر يحقق الزمن بتاعه اللي هو ايا كان ايه هو، في لاتش ده هيفصل كيو 0.2 في ستوب اي 0.0 يروح يشغل كيو 0.2. تعال نقرا البرنامج. لو شاف ده الاول هيشغل وبعد كده هيفصل صح؟ يعني مفيش مشكله. المشكله لو شاف ده الاول، دوست اشتغل 0.1 ابتدى يعد، ممكن يفتح هنا الاول او يقفل هنا الاول. لو فتح هنا الاول عمل ايه في الاوتبوت؟ فصله. بس هو ما بيجيبش مرشديل، هو مكمل زي ما هو صح. فبعد ما يفصل ده هينزل يعمل ايه هنا؟ وبعد كده يقول لي انا هربي ده، كان المفروض افصل من زمان بس مش مهم، كده كده عمل اللي انا عايزه صح. او لو شاف دي الاول هيشغل وبعد كده يجي هنا يعمل ايه؟ يفصل وبعد كده يلف ويعمل ايه في نفسه؟ يفصل نفسه، يفصل التايمر تاني. لو شاف دي الاول فصل الاوت، بس هو لسه ما شافش ده لسه صح، هو بيكمل في نفس الترتيب بتاعه. زي ما فصل هنا هينزل هنا يعمل ايه؟ يشغل. بعد كده يخلص يروح عامل ايه؟ يطلع فوق يروح قايل له انا لسه فاصل السايكل اللي فاتت كي 0.1، يبقى انت لازم تفصل. تمام؟ لو شاف دي الاول يبقى الاول هيشغل، بعد كده يطلع فوق يروح عامل ايه؟ ما يعملش حاجه لان لسه ما جاش عند كي 0.1. يجي هنا يروح عامل ايه؟ يفصل، وبعد كده يلف ويروح عامل ايه في التايمر؟ يفصل. برضه انت اعتبرت موتور اتجاهين؟ لسه هنعمل موتور اتجاهين بتايمر. تمام؟ ده اعتبره ان هو عادي، لمبتين عاديين. واضحه الفكره ولا لا؟ لو حطينا التايمر ده تحت نشوف، ما اعرفش اعتقد انه صح بس تعالى نقراها. ده لا انا المفروض يعني المفروض ابقى مقتنع. هو لا برضه تقتنع على السبوره الاول. تاني لو تي 32 عد ممكن يفتح هنا الاول او يقفل هنا الاول صح؟ القفل الاول ما فيهوش مشكله، ان خلاص ضمنت ان ده اشتغل وبعد كده فصل وبعد كده اللي يحصل مش فارق. الخوف في التمرين اللي فات انه كان الاول بيفصل. لو فصل الاول فعلا كي 0.1 فصلت، يعني المفروض ان دوت يفصل، بس لا لان هو ماشي بايه؟ بترتيب بعد ده هيروح يشوف ده. فزي ما فصل دوت هينزل هنا يعمل ايه؟ يشغل وبعد كده يطلع فوق يروح عامل ايه؟ يفصل. تمام؟ لو نقلنا التايمر ده تحت هيبقى صح. عارف ليه؟ لان هو هيفصل وبعد كده يشغل وبعد كده عامل ايه في نفسه؟ بعد ما يكون عمل لي كل اللي انا عايزه صح؟ ده كده 100% يشتغل. التاني لا، التاني كان بحالات، جربناه مرتين يشتغل، مره لا، اربع مرات يشتغل، خمس مرات لا، وهكذا. تمام؟ في حد مش مقتنع بالحل دوت؟ خد بالك ده مشكله اي برنامج فيه تايمر. بعد كده التايمر هيبقى جزء من برنامج كبير جدا. فخليك فاكر المشكله دي. نقراه تاني، نقراه كله على بعض، ما ينفعش انا مش عارف اقرا السطر تاني، لازم اقراه كله على بعض. دوست اشتغل كي 0.1 تمام.
كي 0.1 لما اشتغل تعال بقى نقرا بالترتيب يعني خليها سميها كده بالترتيب الممل يعني دوست اشتغل كي 0.1 نزل هنا في اي حاجه ليها علاقه بالاي 01 اللي دوست عليه ما عملش اي حاجه لف فوق عمل ايه شغل التايمر التايمر بدا يعمل ايه يعد اثناء ما التايمر بيعد البي ال سي عمل يعمل ايه يلف ممكن وهو هنا يكون الزمن اتحقق او هو هنا يكون الزمن اتحقق او الزمن اتحقق وهو هنا صح الزمن لو اتحقق وهو هنا يبقى هيبدا بمين بالفصل ده فصل هو لسه ما يعرفش حاجه بعد دوت هينزل لمين لده هيروح عامل ايه هيشغل وبعد كده يطلع فوق يروح عامل ايه في التايمر يقول له اركن على جنب او الزمن يتحقق وهو هنا يبقى اول حاجه يعملها هيعمل ايه يشغل يطلع فوق ملوش علاقه بالتايمر هو لسه ما يعرفش ان هو هيفصل كي 0.1 يفصل كي 0.1 بعد كده يروح عامل ايه في التايمر يفصل لو حطينا تحت نرسمها كده كروكي معلش اعتبره مش موجود فوق وبقى موجود تحت كيو 0.1 التايمر بدل ان التورك دي ثواني كده مؤقتا يعني فتح هنا الاول فصل بعد كده شغل هنا اشتغل وبعد كده عمل ايه في التايمر يبقى صح ولا غلط صح طب لو شغل هنا الاول نزل هنا ملوش علاقه بالتايمر لان ما جابش كي 0.1 دلوقتي بعد كده هيطلع يروح عامل ايه؟ يفصل يفصل مش يوصل وبعد كده يروح عامل ايه هنا؟ فصل التايم صح يبقى هي يبقى لو رسمته 1 2 3 زي ما ترسمه 1 2 3 هي هي تمام وبعد كده جه هنا عند التايمر ما عملش حاجه لان هو كل كلامه مع كي 02 كي 02 مش موجود هنا لما يطلع فوق في جديد مش التايمر عد زي ما فتح زي ما قفل هنا هيعمل ايه هنا؟ هيفتح فيروح فصل ده فصل وده اشتغل يجي هنا يروح قايل له ايه بما ان الكي 0.1 فصل يبقى انت كمان تفصل يبقى كده الكي 0.1 فصلت ليه في البدايه خالص كان التايمر عد لا في البدايه خالص كان لسه ده لسه هدوس فهيشتغل بعد زمن هتفتح صح ها فعايز تحلها كده او كده هي هي يعني تخلي التايمر لترك واحد او لترك ثلاثه هيطلع في جميع الاحوال صح اوكي عايزين تجربوها ها نعمل تمرين تاني نبين النقطه دي اكتر بس التمرين اللي جاي خلاص هيبقى يعني حط دايما في دماغك مشكله التايمر يعني لما تجيبه لو التايمر كان موجود ثلاث مرات يبقى البرنامج لو قفل ده الاول او لو فتح ده الاول او لو فتح ده الاول مثلا اوكي شوف هيغير مين فيهم الاول ويعرف البرنامج لازم يطلع في جميع الاحوال صح ما ينفعش تديه لصاحب المصنع وتقول له انت وحظك لو بتاع ربنا هيشتغل صح لو ما كانش يبقى يشتغل غلط هدوس على الاي 0.1 ينور اول لمبه كيو 0.1 بعد زمن مثلا نص ثانيه يروح منور كيو 0.2 ويفصل كيو 0.1 او يفصل كيو 0.1 وبعد كده ينور كيو 0.2 زي ما انت عايز دول لمبتين فمش تفرق لو طفى وبعد كده نور او لو نور وبعد كده طفى تمام بعد زمن يرجع تاني يعمل ايه يفصل دي وينور دي كانها فلاشر يعني اوكي لغايه ما انا في الاخر ازهق اروح عامل له ستوب تمام ناقش فيها اي 0.0 تاني تمرين بسرعه كده هدوس على الستارت كي 0.1 تنور بعد نص ثانيه يبدلهم مع بعض بعد نص ثانيه يرجع يبدل تاني يفضلوا يعملوا فلاشنج مع بعض لغايه ما انا اعمل لهم ستوب تمام انا مش المفروض اقول لك المفروض انت تفكر فيها لو هتعمل تايمر واحد يبقى كويس انا مش هزعل بص يعني في البي ال سي الموضوع احنا اتفقنا الموضوع سوفت وير اوكي فلما بعترض على اثنين تايمر بدل واحد مش موضوع تكلفه هي الموضوع بس مبدا يعني لو انا عرفت اعملها تايمر واحد معناه انا من الاخر يعني عصرت مخي في الحته دي ففهمها كويس جدا اوكي عشان كده انا يوم الامتحان ماليش دعوه تعمله ب 100 تايمر بتايمر واحد المهم انه يطلع صح في الاخر في ناس مزاجها تشتغل بتايمرات كتير بميركرز بكاونترز يبقى التمرين مش محتاج كاونتر بس هو بيعمله بكاونتر خلاص مش مشكله تمام فكروا في دلوقتي على البي على الـ على الـ على الورق وبعد كده اتناقش فيها برضه ده اكتر تمرين لو عرفت تعمله يبقى انت كده فهمت كويس جدا فكره المشكله اللي في التايمر